بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الآن نحن منطلقون إلى قرية تقع في محافظة بوكيت نون، ما يقارب التاسعة، وقد خرجنا من المركز ساعة واحدة. ولا بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آله وصحبه. وها نحن الآن إن شاء الله كما قال المدير أننا سننطلق إن شاء الله إلى تلك القرية وإلى تلك المحافظة التي سنأتي إليها إن شاء الله، وبرعاية الله سبحانه وتعالى وحفظه لنا جميعا أن نصل إليهم موفقين. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى توفيق الرسول إن شاء الله الله في الروح فوق السماء، مع الله يا في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصر. نحن الآن وقفنا على جبل في مدينة غيان بعد السفر الطويل، ثم نحن في هذا المكان إلى ملعب العيش من قارب ثلاث ساعات تقريبا، أو ثم نبيت في ملعب العيش إلى الصباح، ونبدأ من الصباح إلى المكان الذي يكون هناك الأسر الذين يريدون يدخلون في الإسلام. سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يسدد خطانا إن شاء الله. مع الله في الروح فوق السماء، مع الله جاريات الرياح تثير السحاب، فيهمي المطر فتصحو الحياة، ويربو النبات، وتزهو الزهور، ويحلو الثمر. مع الله في الجرح لما محا، مع الله في العظم لما، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله مع الله في الهم لما اندثر، مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء والقدر. مع الله في الروح فوق السماء، مع الله الحمد لله. نحن الآن قد وصلنا إلى هذه المنطقة وخرجنا من بيتنا آنفا ما يقارب الثامنة صباحا، ولازلنا في الطريق. الآن الساعة الثانية والنصف، ولازلنا في الطريق، وأمامنا هذه الجبال حتى نصل إلى تلك القرية التي نريد إتيانها
بحيث هناك أسر تنتظرنا تريد الدخول بالإسلام. وإن شاء الله سبحانه وتعالى بقي أمامنا ساعات نمشي حتى نصل إلى ذلك المكان بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإخوة الحمد لله لا زالوا أقوياء في المشي. نسأل الله أن يعيننا جميعا وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة. الله في الروح فوق السماء، مع الله في سدرة المنتهى، مع الله حين يطيب النار، الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر، ينادي يناجي أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر، مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر، تبوح وتخبر عن الله في الروح فوق السماء. الآن بدأنا في صعود الجبال، فإن شاء الله نصل إلى ذلك المكان ما يقارب قرب صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، ذقنا تجارب جديدة خلال جولاتنا الدعوية في الفلبين. إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن نصل إلى هدفنا وإلى أن نرجع إلى قرانا وإلى أهلنا سالمين. نسلم من هذه الجبال وإن شاء الله نأتي إليهم حاملين الرسالة الإسلامية لنوصلها إليهم، لأنهم ما وصلهم حتى الآن دين الإسلام. فهذه أول مرة جئنا إلى هذه المنطقة، منطقة جبلية طبيعية تكثر في هذا المكان مزارع والمياه، ما شاء الله نعم الله سبحانه وتعالى في كل مكان لا تحصى. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص. هؤلاء الإخوة استراحة، ولا زال أمامنا جبال أكبر من هذا، وهذه بداية. السلام عليكم. الله في الروح فوق السماء، مع الله صيرة يصحو البصر، وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفا حين تتلى السور،
مع الله قبل انبثاق الحياة وبعد الممات وتحت الحفر مع الله حين نجوز الصراط نلوذ نعوذ به من سقر مع الله في سدرة المنتهى الله في الروح فوق السماء مع الله غيب النظر مع الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع رأيتم هذا الجبل خلفنا؟ هذا هو المكان الذي سوف نأتيه إليه والأسر تسكن في ذلك الجبل وبقي معنا الآن ساعة واحدة سيأتينا المغرب ولعل نصل إن شاء الله عند صلاة المغرب إلى هناك وبعد ذلك نقوم بتعليمهم وتفهيمهم بالمبادئ الإسلامية ومن ذلك نطقهم بالشهادة إن شاء الله سبحانه وتعالى هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا في مرافقة القافلة هذه من ضمن الجولات الدعوية حول الفلبين شيخ مصاري في الروح فوق السماء بعد سفر طويل وسير طويل إلى هذا المكان وإلى هذه الأسرة كما رأيتم هذه الأسرة تعيش بين هذه الجبال جبال ما رأت عين مثلها انظروا هؤلاء الناس ليس لهم دين وبإذن الله سبحانه وتعالى خلال هذه الجولات نوصل إليهم هذا الدين العظيم ليكونوا عبادا يعبدون الله الله في الروح فوق السماء ما بعد الحمد لله الذي هدانا للإسلام ها نحن الآن فوق الجبال أو فوق الجبل بين الجبال وما ظننت أنني أستطيع أن أصل إلى هذا المكان وقد أتعبني الصعود الصعب جدا هناك ولكن الله ساعدنا أو نصرنا الله في الروح فوق السماء محمد رسول الله hindi siya makakapasok sa isa tinatawag na paraiso yung maraming kahoy. Walang nag-aaway-aaway doon, walang nag-aagawan, walang nagpapatayan. Bagkus ang lahat ng nandoon sa loob na. Masulit mo sa akin. Ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. وأشهد أن محمداً رسول الله الله في الروح فوق السماء ang dino orang yang ngalan Allah ang nagdino nagbuhat sa langit ug lupa ug sa nato tanan Muhammad tau pariyon ato alhamdulillah rabbil alamin ug هؤلاء الأسرة التي نطقت شهادة من قليل وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون هناك متابعة لهم الآن وصلنا إلى قرية أخرى وإنما وصلنا فقط إلى هذه القرية أكثر من ما يقارب 30 أسرة فقط التي أسلمت بصعوبة الوصول إلى ذلك المكان أدركنا الليل هذه سوف نرجع وننزل من هذا الجبال وعند الصفا حين تتلى السور مع الله قبل انبثاق الحياة
وبعد الممات وتحت الحفر مع الله حين نجوز الصراط نلوذ نعوذ به من سقر.